منكم صالح العمل والحمد لله بخير ما شاء الله. نحن وإن كنا بلشنا بالسنن يعني على حسب ما ذكر كيفك يا شيخ أحمد؟ طيب بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. كنا بدأنا بالكلام عن سنن الحج وقلنا منها الإفراد يعني تقديم الحج على العمرة، ومنها التلبية، ومنها طواف القدوم، ومنها المبيت بمزدلفة على قول ما هي، وعلى قول هو واجب وهو راجح، ومنها ركعة الطواف، وصلنا إلى السادس المبيت بمنى. بسم الله تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: والسادس المبيت بمنى. السنة السادسة من سنن الحج المبيت بمنى. الآن يشرح معنى المبيت، ما المراد بالمبيت بمنى؟ نعم، المبيت بمنى ليالي التشريق الثلاثة، يعني في ليالي التشريق الثلاثة. المبيت بمنى في ليالي التشريق الثلاثة، يعني ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الثاني وليلة اليوم الثالث، هذا إذا كان لم ينفر قبل غروب اليوم الثاني. أما إذا نفر من منى قبل غروب اليوم الثاني فلا مبيت عليه لليلة الثالثة. نعم، أي أن يكون في أرض منى معظم ليالي التشريق الثلاثة. فإذا المقصود بالمبيت بمنى أن يمضي معظم الليل في منى. لما تكلمنا عن مزدلفة إيش قلنا معنى ذلك؟ أن يمضي لحظة. أما في منى المقصود أن يبيت معظم الليل، أغلب الليل أن يكون موجودا في منى. نعم، لكن إن نفر من منى قبل مغيب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، نعم، سقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها. عند ذلك يسقط مبيت الليلة الثالثة والرمي أيضا في اليوم الثالث، كلاهما يسقط. نعم. وعد المصنف هذا المبيت سنة بناء على ما صححه الرافعي. الرافعي رحمه الله هذا الذي صححه، قال المبيت بمنى سنة. نعم، لكن صحح النووي في زيادة الروضة الوجوب. أما النووي فرجح أنه واجب، اختلف ترجيح الرافعي وترجيح النووي في هذه المسألة. الرافعي رجح أن المبيت في منى سنة، النووي رجح أنه واجب. الاحتياط أن يأخذ الإنسان بالوجوب، أن لا يتركه، أن يقوم به، هذا هو الاحتياط. نعم. والسابع طواف الوداع. السنة السابعة على ما ذكره أبو شجاع رحمه الله طواف الوداع.
نعم. عند إرادة الخروج من مكة لسفر حاجا كان أو لا؟ إذا أراد أن يخرج من مكة بعدما أنهى الأعمال في مكة قبل أن يخرج بمكة، على قول أبي شجاع يسن أن يطوف بالكعبة سبعا. إلى هذا ذهب أبو شجاع إلى كونه سنة ليس واجبا، والراجح خلاف ذلك، أظنه يأتي. نعم. حاجا كان أو لا طويلا، سواء كان الإنسان حاجا أو لا، هذا الطواف الوداع قبل الخروج من مكة ليس مختصا بالحاج. يسن للحاج على قول، وعلى قول يجب، لكنه ليس خاصا بالحاج، هذا عام في الحاج وغير الحاج. يعني لو كان الإنسان في مكة لا لحج، له يسن له قبل أن يخرج من مكة أن يطوف بالكعبة سبعة. نعم. طويلا كان السفر أو قصيرا، أي سفر، إذا كان سفرا طويلا أو سفرا قصيرا. إلا الآن يذكر. نعم. ولا يجب على حائض ولا نفساء، ولا يجب على حائض ولا نفساء، الحائض لا يجب عليها والنفساء لا يجب عليها. نعم. ولا وداع على من خرج لغير منزله في سفر قصير بقصد الرجوع إلى مكة لفعله. فإذا لما قال سواء كان لسفر قصير أو طويل في استثناء، ما هو هذا الاستثناء؟ إذا كان خرج من مكة لسفر قصير لا يبلغ مرحلتين، وليس إلى بيته، ليس إلى المكان الذي يسكن فيه، ليس أنه يسكن بعيدا عن مكة أقل من مرحلتين، لا، خرج إلى ما دون مرحلتين، إلى غير مسكنه، ونيته أن يرجع إلى مكة، وهو ناو أن يرجع إلى مكة ليطوف طواف الوداع، هذا له ذلك. وما ذكره المصنف من سنيته قول مرجوح، وبناء عليه لحظة، نعم، امضي. وما ذكره، أعيد، وما ذكره المصنف من سنيته قول مرجوح، يعني هذا، لذلك كنا عم نقول على ما قال أبو شجاع، على ما ذهب إليه أبو شجاع، لأن الراجح أنه واجب ليس مجرد مندوب، إنما هو واجب، هذا هو الراجح، طواف الوداع واجب. نعم. وبناء عليه يندب في حقه الدم إن تركه، إذا قلنا إنه مندوب إذا تركه يندب أن يذبح ولا يجب، إذا تركه يندب أن يذبح ولا يجب، هذا إذا قلنا بأنه مندوب ليس واجبا. نعم. والأظهر وجوبه، القول الأظهر، الشافعي رضي الله عنه له في طواف الوداع قولان، له قول بأنه سنة وقول بأنه واجب. الأظهر القول الأرجح من قوليه أنه واجب. فإن تركه عصى ولزمه العود لفعله ما لم يبلغ مسافة القصر، إذا ترك خرج من مكة من غير أن يطوف طواف الوداع، طالما لم يصل إلى مسافة قصر يرجع، عليه أن يرجع لفعله، خرج واجب عليه أن يرجع لفعله، إلا إذا استمر، يعني إلا إذا لم يرجع، أصر على المعصية حتى وصل إلى مسافة القصر، هنا لا يجب عليه الرجوع، سقط عنه الرجوع، عليه معصية بلا شك. نعم. فإن بلغها لم يجب العود، يلزمه الدم، ويلزمه عند ذلك دم، لأنه لم يرجع لفعله، عليه معصية ولزمه الدم عند ذلك إذا بلغ مسافة القصر،
يرجع فيفعله. صح. لا المعصية عليه عليه لأنه ترك على القول بأنه واجب، إذا أخذ بأنه واجب وخرج بدون أن يطوف عليه إثم، لكن عليه أن يرجع أيضا، يعني واجب آخر عليه أن يرجع. وينبغي أن يقع هذا الطواف بعد جميع الأشغال، يعني ينهي أشغاله في مكة كلها ثم يطوف طواف الوداع، ينهي كل أشغاله ثم يطوف طواف الوداع ثم يخرج. نعم. وأن يعقبه الخروج بلا مكس، هذا أن يكون بعده، ينبغي بعد أن طاف طواف الوداع أن يخرج من غير أن يمكث في مكة. نعم. فإن فعله ثم مكث نظر، فإن كان هلأ طيب إن لم يخرج طاف ثم مكث في مكة، هنا ينظر لما مكث، إما لعذر أو لغير عذر، فيفترق الحكم بحسب الحال. فإن كان لعذر كإكراه أو لاشتغال، إن كان لعذر مثل أكرهه إنسان بالقوة تحت التهديد أكرهه أن يمكث، هذا معذور، أو كان يتهيأ للخروج يعني يشتغل بأسباب خروجه، هذا أيضا عذر. أو لاشتغال بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل ونحوه، مثلا كان يشتري الزاد، يشد الأغراض نحو ذلك، هذا عذر. نعم. لم يحتج لإعادته ولا يعيده. وإن كان لغير عذر، أما إذا كان لغير عذر خطر له هو بعدما طاف طواف الوداع أن يذهب لزيارة مريض مثلا، هذا لا يعد عذرا هنا. أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء، حب يشتري، خطر له أن يشتري شيئا غير الزاد الذي يحتاجه في الطريق، زائد عن ذلك ثياب مثلا، أو نعم، أو قضاء دين، أو تذكر دينا عليه ذهب ليدفعه، أو زيارة صديق، أو تذكر صديقا أحب أن يزوره، أو عيادة مريض، أو تذكر مريضا أحب أن يعوده فعاده، لزمه إعادة الطواف، هذا إذا تأخر لمثل ذلك لزمه أن يعيد الطواف. ليش؟ لأنه طاف قبل أن ينهي كل أشغاله، فلذلك يعيده، محل طواف الوداع بعد أن ينهي أشغاله كلها، إذا أنهاها عند ذلك يطوف طواف الوداع ثم يخرج. قلنا يعذر إذا أكره، هذا ما بإيده، أكره يعذر إذا كان يشتغل بشراء ما يحتاجه من زاد، إذا كان يشد الأغراض يربطها جيدا، مثل هذا يعذر، أما غير ذلك مما لا يكون من نحو ما ذكرنا لا يعذر فيه، فإذا فعله يطوف مرة ثانية. نعم. ويتجرد الرجل أي الذكر وجوبا عند إرادة الإحرام عن المخيط بالخاء المعجمة من الثياب، يعني يلزم الرجل عند الإحرام أن يتجرد من المخيط، ليس له بعد الإحرام أن يلبس ما يحيط ببدنه بخياطة أو لبد أو نحو ذلك، هذا معناه ليس له ذلك. نعم. ولو قال عن المحيط بالبدن بخياط لكان أحسن من المخيط، لأن المحيط قد يحيط بغير خياطة، أيضا اللبد بغير خياطة، أحيانا يحيط بالأزرار، أحيانا يحيط بمثل الدبوس والشوكة. نعم. ومنسوجها ومعقودها، أي أيضا لا يلبس ثوبا منسوجا نسجا واحدا، مثل هالقميص هذا
مثلا هذا اللي تحت أيوة مثل هذا المنسوج إذا كان منسوجا نسجا واحدا محيطا ببدنه على هيئة تحيط ببدنه، أو مثل القلنسوة ليس شرطا أن يحيط بالبدن كله، لو كان محيطا بعضو من أعضائه كيده مثلا، لو فرضنا شيء منسوج محيط باليد كذلك ليس له لا بالبدن ولا بجزء من البدن، سواء كان محيطا بنسج أو خياطة أو غير ذلك. نعم. ومعقودها وعن نعم. المخيط من غير الثياب من خف ونعل، كمان لا يلبس خفا يحيط بالقدم كلها ولا يلبس نعم ولو عبر بالمحيط نعلا تحيط بالقدم نعم ولو عبر بالمحيط بالمهملة لكان أحسن. أي نعم كما قلنا. ويلبس ندبا إزارا ورداء أبيضين، يسن أن يلبس إزارا أبيض ورداء أبيض، ولا يشترط أن يكون أبيضين لكنه يسن لأن الأبيض خير من غيره من الألوان في اللباس كما جاء في الحديث، وأن يكونا نعم جديدين وإلا فنظيفين، أن يكونا جديدين، إن لم يكونا جديدين فليكونا نظيفين. نعم. فصل في أحكام محرمات الإحرام. طب بعدما تكلم عن أركان النسك وتكلم عن واجبات النسك وتكلم عن سنن النسك، الآن يتكلم عن محرمات الإحرام. شو يعني محرمات؟ ما معنى محرمات الإحرام؟ ما يحرم بسبب الإحرام، لأنه أحرم بالنسك صار هذا حراما عليه، ما يحرم بالإحرام. نعم. أي ما يحرم بسبب الإحرام هكذا. ويحرم عليه أي المحرم عشرة أشياء، أحدها لبس الرجل المخيط، هذا ذكرناه قبل يعيده في المحرمات، يحرم عليه أن يلبس ما يحيط ببدنه كما قلنا بخياطة أو تزرير أو شوك أو نحو ذلك. نعم. كقميص وقباء وخف ولبس المنسوج كالدرع. القباء بيكون قميص مشقوق، هذا القباء. شو بيسموه مثل الإنباز، مثل الإنباز، يشبه الإنباز، الإنباز تعرفوا الإنباز، البرنوس، تعرفوا الخنباز، البرنوس بالأصل اللي له غطاء للرأس هذا البرنوس، يشبه هذا. نعم. وقباء وخف ولبس المنسوج كدرع أي قميص أو المعقود أي الملزق بعضه ببعض كلبد في هذا المعقود، معنى المعقود الذي ألزق بعضه ببعض، هذا هو المعقود، مثل اللبد، عرفتم اللبد؟ اللباد بيسموه بالعامية. نعم. أحيانا يكون محيطا بهذه الطريقة، يحيط مثلا بيكون مثل قلنسوة ملبودة لبدا، أحيانا مثل قميص يكون ملبودا لبدا صار محيطا بالبدن، لا يجوز لبسه للحاج، نعم للمحرم. نعم. في جزء من جميع أجزاء بدنه كيد واحدة ولو بيد واحدة. ويجوز أن يلبس ما لا يحفظ نفسه على البدن. أما الذي لا يستقر وحده على البدن يجوز أن يلبسه، مثل الرداء، الرداء لا يحفظ نفسه على البدن، مع الحركة يتغير، إلا إذا زر أو خيط، أما من غير ذلك لا يحفظ نفسه، هذا يجوز أن يلبسه، مثل الإزار يجوز أن يلبسه، مثل هاي المنشفة يعني اللي بلفوها على الوسط والأسفل، لأنها لا تحفظ نفسها،
على البدن. نعم. كإزار ولداء وطيلسان. نعم. طيلسان مثل الكفية يعني وما شابه. نعم. ما لم يزره أو يخيطه إلا إذا زره، لأنه إذا زره صار كأنه مخيط، كأنه أحاط بخياطة، فلا يجوز. نعم. لا مش مدروس، قلت مثل المنشفة. لا لا لا، أصله ما هيك، أصل الإزار أنه قطعة قماش تلف، هذا أصله. نعم سيد الكريم. إيه ما بيأثر، لا لأنه لم يحط بالخياطة، ما أحاط بالبدن بسبب الخياطة، الخياطة بس كبرتها، أما ما حصلت الإحاطة بسبب الخياطة، أما هذا أحاط بالبدن بسبب الخياطة فلا يجوز. منشفتين وصلوا صاروا منشفة كبيرة، ما بيأثر، لا لا. نعم. ما لم يزره أو يخيطه أو يشوكه. ما لم يزره أو يخيطه. أو يخيطه. بدك تشيل الياء. ما لم يزره إلا زدك تمشي على هذه اللغة. نعم. ما لم يزره أو يخيطه أو يشوكه. أيوة، أو يشوكه يعني يستعمل الشوك ليصله مثل الأزرار أحيانا كيف الدبوس وما شابه، لا يجوز. نعم. قال في الإملاء. قال في الإملاء يعني قال الشافعي، كتاب الإملاء أملاه الشافعي رضي الله عنه، قال في الإملاء. نعم. وإن زره أو خاطه أو شوكه لم يجز، لأنه يصير كالمخيط، هكذا يصير كالمخيط، كأنه خيطة خياطة، لا يجوز. نعم. وله أن يعقد أزراره لأنه، لا لا، يعقد الأزرار هي صعبة كثير، يعقد الأزرار. نعم. وله أن يعقد الإزار، له أن يعقد الإزار، أن يعمل عقدة للإزار، هذا لا يحرم. نعم. وله أن يعقد إزاره لأن فيه مصلحة له، وهو أن يثبت عليه. نعم. ولا يعقد لأنه الإزار يعني قد ينفك إذا لم يعقد، لذلك يجوز له أن يعقد الإزار. نعم. بلفه بيرجع بيعقده، يجوز. لو كان مبصرا بالقماش، قماش ألفا أو حبل. هلا هلا جاي أظن. ولا يعقد الرداء عليه. ولا يعقد الرداء على الإزار، ما بيلبس رداء بيقوم بيعقد الرداء على الإزار. نعم. عفوا مش على الإزار، عليه هو. لا يعقد الرداء على نفسه. ليه؟ لأنه لا حاجة به إليه. ما في حاجة للرداء، يعني لو انكشف الرداء شو اللي بيصير؟ وله أن يغلز طرفيه في إزاره. يجوز له أن يدخل طرفي الرداء تحت الإزار، يجوز. أما أن يعقده فلا، لأنه يصير مثل المخيط بلا حاجة. ليس له. وإن اتزر وشد فوقه تكة جاز. وإذا وضع لبس إزارا ثم شد فوق الإزار تكة يجوز. لو شد تكة هذا جائز. تكة عرفتوها شو؟ ما عرفتوها؟ يسموها دكة الشروال، يعني هذه مثل خيط أو قطعة قماش أو نحو ذلك يشدها عليه. وثانيها تغطية الرأس أي ستره أو بعضه من الرجل. ثاني المحرمات تغطية الرأس، يعني أن يستر رأسه أو بعض رأسه، ليس شرطا أن يستر كل الرأس، لو ستر بعض الرأس من الرجل بما يسمى ساترا، بما يعد في العرف ساترا، لا يجوز. بما يعد
بما يعد سافرا في العرف كعمامة. كعمامة، العمامة إذا لا قد يضعها بطريقة لا تستر كل الرأس، لا يجوز لو لم تستر كل الرأس لأنها تعد ساترا. نعم، كعمامة. وطين ثخين، وطين لو أتى بطين ثخين بحيث لا يظهر من تحته الشعر، ما طين، فوضع الطين على رأسه لأنه يعد ساترا أيضا. مش الواحد قد يستر نفسه أحيانا ليصلي بالطين إن لم يجد ثوبا، فالطين ساتر، يعد ساترا. فإن لم يعد ساترا لم يضر كوضع يده على بعض. أما ما لا يعد في العرف ساترا، في عرف الناس لا يعدونه ساترا، لا يضر، مثل ما لو وضع يده على رأسه، هذه اليد لا تسمى ساترا في العرف فلا يضر ذلك. نعم. وإن قصد الستر، حتى لو قصد أن يستر رأسه بها، يعني حط إيده على رأسه حتى يغطي رأسه من الشمس مثلا، قصد أن يستر رأسه لا يضر لأن اليد لا تعد ساترا في العرف. نعم. وكانغماسه في ماء، كمان مثل ما لو انغمس في ماء لو قصد من ذلك الستر لا يضره. واستغلاله في محمل وإن مس رأسه، كمان ما بعرف إذا بتعرفوا المحمل بالماضي كانوا المحمل عادة بيكون له جهتين، بيكون متوازن من جهتين، بيكون له غطاء، أحيانا بيعملوا له غطاء، لو استظل بمثل هذا لا يؤثر، ومثله الهودج يعني نفس الشيء، لو استظل بالهودج لا يؤثر، الهودج بيكون مثل كأنه هي محطوطة على ظهر الجمل. نعم. وتغطية الوجه أي ستره أو بعضه من المرأة. أما المرأة فلا يجوز لها أن تستر وجهها ولا بعض وجهها. نعم، لا بد أن تستر شيئا من الوجه حتى تتأكد من ستر الرأس، هذا لا يؤثر، أما ما زاد عن ذلك فليس لها. بما يعد كيف بدأت، كيف تتأكد أنها سترت كل الرأس؟ لا بد أن تستر شيئا من الوجه حتى تتأكد، هذا لا يؤثر، تسامح في هذا. نعم. بما يعد ساترا عرفا، أيضا أن تستر وجهها بما يعد في العرف ساترا لا بنحو يدها مثلا. نعم. ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به، هذا الذي قلناه، لا بد أن تستر شيئا من جوانب الوجه حتى تتأكد من ستر الرأس كله. نعم. ولها أن تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها. هلأ حرام أن تستر وجهها، لكن لو أنها وضعت خشبة أو نحو ذلك بحيث نزل الثوب الذي سترت به وجهها أمام الوجه ولم ينزل عليه بسبب الخشبة جاز، خشبة أو غير خشبة يجوز، هذا يجوز. هكذا كانت نساء النبي عليه الصلاة والسلام يفعلن، لأنه كان إذا اقتربنا من الناس، إذا كان هناك أجانب وكنا محرمات بالحج كنا يفعلن ذلك، يسدلن غطاء مع المجافاة، مع كون هناك خشبة أو ما شابه تمنع التصاق هذا الثوب بالوجه، وهكذا فإذا فعلته المرأة جاز. هذا أليس يعد ساترا؟ أليس يعد ساترا لعوينات؟ من الشمس هذا يعد ساترا. نعم. عشان الكمال في النوم يزرعه دون ممنوع ينزل عظام بجوفه إلا بالكمال. حط الله خشبة شيء هيك قدامه. عرفتوا، أنا ماني مفتي.
عرفت أنا مني مفتي. الله يبارك فيكم. نعم. والخنثى له لبس المحيط بخياطة ونحوها. أما الخنثى أي الخنثى المشكل الذي لم يعلم بعد هو في الحقيقة أنثى أو رجل، يقول أما الخنثى فله. نعم لو أعدت. والخنثى له لبس المحيط بخياطة ونحوها. له أن يلبس ما يحيط بخياطة لأنه لم نتأكد أنه رجل، فله ذلك. نعم. ويجب عليه تغطية رأسه. ويجب أن يغطي رأسه لأنه هذا أحوط. ماذا لو كان امرأة؟ ويحرم عليه كالمرأة لبس القفازين في اليدين. ولا يلبس قفازين في يديه كما أن المرأة لا تلبس قفازين في يديها. ويسن له عدم لبس المحيط لاحتمال كونه رجلا. ومع أنه يجوز أن يلبس المحيط ببدنه لأننا لم نتأكد أنه رجل، لكن يسن له عدم ذلك. يسن له أن يلبس ما لا يحيط بالبدن بخياطة لأنه قد يكون رجلا. يسن أن يلبس ما يحيط بالبدن بغير خياطة. ثم إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب الفدية للشك. إذا ستر وجهه نقول لا يجب عليه فدية. ليه؟ لأنه قد يكون رجلا. إذا ستر رأسه نقول لا يجب عليه فدية لأنه قد يكون امرأة. فإن ستراهما وجبت الفدية عليه لأنه لا بد أن يكون إما رجلا أو امرأة وقد ستر الاثنين، إذن عليه فدية. نعم. وإن سترهما وجبت. هذا. وثالثها ترجيل شعره. ترجيل شعره ليس كما ظن بعض الناس، يعني مشطه. بعضهم ظن ترجيل الشعر يعني أن يمشط شعره لأنه يخشى أن ينقلع، ليس هكذا. ترجيل الشعر معناه أن يدهنه بدهن، ليس له أن يدهن شعره. نعم. أي دهن شعر رأسه ولحيته وشاربه وعنفقته وعذاره رأسه معروف، ولحيته معروف، وشاربه معروف، وعنفقته هذه التي تنبت تحت الشفة السفلى، والعذار هو هذا اللي منسمين احنا السالف، كل هذا لا يدهنه بدهن. نعم. والرابع حلقه أي شعر الرأس بزيت أو غيره من الأدهان لا يدهنه. نعم. والرابع حلقه أي والرابع من المحرمات يعني. نعم. حلقه أي شعر الرأس والبدن قبل أن يأتي وقت الحلق ليس له أن يحلقه ولا أن ينتفه ولا أن يقلعه. هذه نفسها. نعم. يمضي. أي إزالته بأي طريق كان. نعم. فيشمل نتفه وإحراقه كمان وهو موجب للفدية كغيره من المحرمات. فإذا فعل عليه الفدية كباقي المحرمات. إذا فعلها عليه فدية. محرمات الإحرام إذا فعل واحدا منها عليه فدية إلا عقد النكاح لأن فإنه لا ينعقد. نعم. إلا أنها تجب هنا ولو ناسيا لأن فيه إتلافا. وفي إزالة الشعر تجب الفدية ولو أزاله ناسيا أنه في الحج لأنه أتلف من شعره فعليه الفدية ولو ناسيا. نعم. بأشياء أخرى إذا كان ناسيا لا فدية عليه، في هذا عليه فدية لأن فيه إتلافا أتلف من شعره ولو ناسيا. نعم. والخامس تقليم الأظفار أي إزالتها من يد أو رجل بتقليم أو غيره. كيفما فعل إذا أزال أظفاره بتقليم أو غير ذلك لا يجوز له. يستثنى إلا إذا انكسر بعض ظفر المحرم وتأذى به فله إزالة المنكسر. إلا إذا انكسر بعض الظفر
وكان إذا لم يزله يؤذيه عند ذلك يجوز، لا حرمة عليه، لا معصية عليه في إزالته. نعم. والسادس الطيب، إزالته يعني يزيل الذي انكسر الذي يؤذيه. نعم. والسادس الطيب، أي استعمال ما يقصد منه رائحة الطيب قصدا، أن يستعمل ما يقصد للتطيب. ليس كل شيء رائحته طيبة يقصد للتطيب، يعني أحيانا بعض الثمار تفاحة تكون رائحتها طيبة وقد توضع بين الثياب أحيانا ومع ذلك لا تعد طيبا، ليس هذا المقصود. ومثل ذلك، إنما الطيب هو ما يقصد للتطيب، يعني هذا المقصود منه أنه يستعمل للتطيب. نعم. بما يسمى استعمالا، مثل الاستعمال مثلا يحطه على بدنه، يحطه على ثوبه، يحطه على شعره، أو بطريقة أخرى أيضا بما يعد تطيبا. نعم. نحو مسك وكافور في ثوبه بأن يلصقه به على الوجه المعتاد في استعماله أو في بدنه ظاهره أو باطنه كأكله، حتى لو أدخله إلى باطن بدنه كأن أكل الطيب حرام عليه، لا يجوز له إذا كان محمما. ولا فرق في مستعمل الطيب بين كونه رجلا أو امرأة، الرجل يحرم عليه والمرأة يحرم عليها. فرق، بس بدي لكم شغلة، فرق بين التطيب، بين التطيب للإحرام والتطيب بعد الإحرام. التطيب للإحرام سنة، يعني قبل أن يحرم يتطيب لأنه يريد أن يحرم، هذا يسن لا يحرم. أما بعد أن يحرم لا يتطيب. واضح؟ نعم. أخشى مكان أو لا، حتى لو كان لا يشم، لو كان شمه ذاهبا لا يتطيب. نعم. وخرج بقصد ما لو ألقت عليه الريح طيبا، أي أما لو الريح ألقت عليه طيبا لا إثم عليه، هذا ليس هو تطيب به. نعم. أو أكره على استعماله، أو أكرهه إنسان على استعمال الطيب لا إثم عليه. أو جهل تحريمه، أو كذلك جهل تحريمه، ما كان يعلم بعد، أو نسي أنه محرم فإنه لا فدية عليه إزاله. هذا إما أن يزيله فوراً أو لا، إن أزاله فوراً فلا فدية عليه. نعم. إن أزاله فور زوال عذره، فإن علم تحريمه فور زوال عذره، لأنه إذا كان مكره أحياناً طالما الإكراه مستمر لا يستطيع أن يزيله، بس إذا زال العذر فأزاله فوراً لا فدية عليه، كان ناسياً، طالما هو ناس العذر قائم، إذا تذكر فأزاله فورا لا فدية عليه، وهكذا. نعم. فإن علم تحريمه وجهل الفدية وجبت. إيه، لما منقول جهل تحريمه، ليس جهل أن عليه فدية، إذا عرف أنه حرام واستعمله عليه فدية، لو كان لا يعرف أن عليه فدية لأنه استعمله مع معرفة الحرمة. نعم. والسابع قتل الصيد البري المأكول الوحشي. قتل الصيد البري، ليس البحري، ليس الذي يكون في الماء، المأكول ليس غير المأكول، الوحشي ليس المستأنس، يعني لو فرضنا كان واحد عنده شاة غنمي ثم هذه الغنم ندت شردت فقتلها، ليس عليه فدية لو كان محرما، لأنه هي أصلا شو، هذه إنسية ليست وحشية، مستأنسة ليست وحشية.
المراد الوحشي كغزال وما شابه، غزال وضب وضبع وغير ذلك، نعم، وحمام وغير ذلك. أو ما أصله كذلك ولو طيرا، أو ما أصله كذلك ولو استؤنس، لو استؤنس لكن أصله إيش؟ وحشي، إذا قتله وهو محرم فعليه الدم، نعم. فخرج البحري ولا يجوز له، حرام عليه إثم، نعم. فخرج البحري، خرج البحري لا يحرم، وغير المأكول والإنسي كالنعم الثلاث، النعم الثلاث الإبل والبقر والغنم، هذه النعم الثلاث، الإبل عرابا أو بخاتي، البقر بما يشمل الجواميس، الغنم الضأن والمعز، يشمل النوعين، نعم. فيجوز التعرض له، وكما يحرم قتله يحرم صيده، يعني الصيد المأكول البري الوحشي يحرم قتله، مش بس يحرم قتله ويحرم أيضا التعرض له، ما بيتعرض له الحاج المحرم، لا يتعرض له بالمرة، ما بي يعني إذا كان قاعدا لا ينفره ولا يتعرض لبيضه ولا يتعرض لريشه ولا يصطاده، ما كل هذا لا يتعرض له، يا بعض بيقول هو بحاله وهو بحاله، نعم. يحرم صيده وحبسه ووضع اليد عليه، وضع اليد عليه يعني بحيث بيصير تحت سيطرته وتصرفه، هذا معنى وضع، مش انه يلمسه، بحيث يكون تحت تصرفه ولو بشراء، نعم لا يجوز له. والتعرض لجزئه وشعره، هذا كما قلنا لجزئه، لجزء منه لا يتعرض، لا لشعره ولا لريشه ولا لبيضه، نعم. التعرض لجزئه وشعره وريشه، ومن أحرم ولو بعمرة ولو خارج الحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله. ثم من أحرم وكان يملك صيدا، واحد عنده عصفور بقفص بري، واحد عنده نعامة، واحد عنده غزال أو نحو ذلك، إذا أحرم وهو في ملكه، إذا كان مأكولا، إذا أحرم زال ملكه عنه، بالإحرام زال ملكه عنه ولزمه إطلاقه، يعني ليس له أن يتركه محبوسا تحت يده، خلاص ملكه زال عنه ولزمه إطلاقه، نعم. والثامن عقد النكاح، حتى لو كان المحرم هذا ملكه خارج حرم مكة، في حرم مكة أو خارج حرم مكة، نعم. والثامن عقد النكاح، هلأ على أن في المسألة خلافا، يعني بعض في قول، هناك قول أنه لا يزول ببعض الأحوال، لا يزول ملكه عنه، يعني واحد كان عنده مثلا غزال ثم غزال وحشي، نعم، كان عنده غزال مثلا، كان قاعد هون في مثل هذا البلد ثم أحرم بالحج، لا يلزمه إطلاقه، يعني لا يزول ملكه عنه على هذا القول، لكن ليس له أن يذبحه بكل حال، والراجح القول الراجح أنه يزول الملك، الأقوى أنه يزول الملك، نعم. والثامن عقد النكاح، الثامن من محرمات الإحرام عقد النكاح، نعم، فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه
أو غيره لا يعقد لنفسه، لا يتزوج هو ولا يزوج غيره ولو بوكالة. لو وكله إنسان أن يتزوج له فلانة، أو وكله أو كان وليا لامرأة، لا يتزوج ولا يزوج، لا بولاية ولا بوكالة طالما هو محرم. نعم، بوكالة أو ولاية ولا يصح. فلو فعل لم ينعقد، لا يصح العقد، العقد لا يصح. نعم. والتاسع الوطء من عاقل عالم بالتحريم. التاسع من محرمات الإحرام الجماع، إذا كان من عاقل عالم بالتحريم، إذا كان يعلم، إذا كان من عاقل غير مجنون، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، عالم بالتحريم لا يجهله ووطئ في الفرج، سواء كان هذا الفرج قبلا أو دبرا، إذا فعل شيئا من ذلك، إذا فعل ذلك فعليه إثم. نعم. قبلا كان أو دبرا، ذكرا كان الموضوع أو أنثى. ومر معنا أنه إذا وطئ قبل التحلل، ولا ما مر بعد ما مر يمر وطئ إن شاء الله. نعم. والعاشر المباشرة فيما دون الفرج. أيضا كما أنه يحرم عليه الجماع، يحرم عليه المباشرة. نعم. فيما دون الفرج كلمس ولو بحائل وقبلة بشهوة. نعم. أما بغير شهوة فلا يحرم. المباشرة بشهوة تحرم عليه أيضا، كما يحرم عليه الجماع يحرم عليه المباشرة بشهوة، أما قبلة الشفقة بغير شهوة فلا تحرم. وفي جميع ذلك أي المحرمات السابقة الفدية، وسيأتي بيانها. نعم. قلنا إلا إيش؟ إلا عقد النكاح لا فدية فيه. نعم. نعم، تدخل فدية المباشرة في فدية الجماع إن اجتمعا. هلا إذا باشر وجامع تدخل فدية المباشرة في فدية الجماع، معناه ليس عليه إلا فدية الجماع، هذا معناه، لأنه هو باشر وجامع لا يكون عليه فديتان، إنما عليه فدية واحدة هي فدية الجماع. والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة. العمرة إذا كان الإنسان يعتمر ولم يقرن الحج مع العمرة، مش كنا نحن قلنا أنه له أن يحرم بهما معا، لم يحرم بهما معا، أحرم بإيش؟ بالعمرة وحدها، إذا جامع فسدت، انتهى، فسدت العمرة بالجماع. نعم. أما الذي في ضمن حج، أما إذا كان قرن بين الحج والعمرة فيتبع حكم العمرة حكم الحج، إذا فسد حجه بهذا الجماع فسدت، إن لم يفسد حجه بهذا الجماع لا تفسد. حرام، ما عم نحكي في الحرم بالحرمة عليه إثم، بس عم نحكي هل تفسد عمرته أو لا. إذا كان قرن حكم العمرة يتبع حكم إيش؟ حكم الحج. نعم. فهي تابعة له صحة وفسادا. نعم. ويفسد به كذلك الحج إن كان قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف. إذا كان بعد ما تحلل التحلل الأول، لو كان وقف بعرفة لكن ما تحلل التحلل الأول فجامع فسد حجه. أما بعد التحلل الأول فلا يفسد لكن فيه شاة. نعم. ويحصل لا يفسد لكن عليه دم. إذا كان جامع، إذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه لكن عليه دم، يذبح شاة. نعم. ويحصل التحلل الأول بفعل اثنين من رمي جمرة العقبة. اثنين من أصل ثلاثة، شو هي الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، هذا الأول، والحلق أو التقصير هذا الثاني، وطواف الفرض المتبوع بالسعي.
سعي بقي عليه. هذا الثالث، يعني إذا كان فعل واحدا من هذه الثلاثة، رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف الذي يسعى بعده مع السعي بعده إن كان السعي بقي عليه، ما سعى بعد طواف القدوم، مذكرين إلنا في يسعى بعد طواف القدوم إن لم يفعل. فإذا إذا فعل واحد اثنين من هذه الثلاثة يكون تحلل التحلل الأول، إذا جامع قبل فعل اثنين من هذه الثلاثة فسد حجه، إذا جامع بعد فعل اثنين من هذه الثلاثة لم يفسد حجه لكن عليه دم. نكتفي بهذا. إيه ولا بعد في سطرين كمل. إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا فدية فيه. كما ذكر. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا بزيادة. والله أعلم. نعم اليوم الجمعة. الحمد لله وصلى الله على سيدي رسول الله وسلم. اللهم أحينا ما حيينا مسلمين، توفنا مؤمنين، ألحقنا بالصالحين، فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نجنا من عذاب القبر، نجنا من عذاب النار، أدخلنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم توفنا على الإيمان الكامل، اللهم توفنا على الإيمان الكامل، اللهم توفنا على الإيمان الكامل، واغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمن له علينا حق من المسلمين، والحمد لله رب العالمين، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. بارك الله بكم. نهلي. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.